وهذا مشكل اللي تنعيشه حنا الفنانه مع الوزير الحالي اللي هو وزير الثقافه مثلا، وزير الاتصال. انا 6 شهور وانا كنجري باش يعطيني رونديفو، ما عطاهاش ليا. جات راقصه شافها لو لون دو بان، راقصه جايه من لبنان، سعيد الناصري ياقوتي هو يشهد معايا، ما عطاناش رونديفو. واحد حرق راسو، كلكم تتعرفوا اللي جواد، جواد احمد جواد اللي انا ممثل وصديقنا وحبيبنا وانا كنعرفه، وراجل متسامح وظريف، يعني ما يمكنش تقول هذا السيدي فاسو سويسيدي، يعني دار ارهاب لراسو. فعلاش؟ لان الباب ديال الوزاره ما تحلش وما هضرش معاه. شكون هو هذا الوزير؟ كش بغى يكون اذا كان صاحب الجلاله اللي هو ملك البلاد كيخرج تيعنق الشعب وتيعنق الناس وتيمد لهم يدو كيسولهم الناس. عفاك سعيد. سعيد سعيد عفاك سعيد. تقدروش تصوروا الانسان عنده امه مريضه وما عندوش امكانيات انه يداويها، انسان راجل تيفيق الصباح بكرامته وما عندوش باش يفطر ولادو ولا يغديهم. واحد فنان عيط ليا قلت له غادي تجي تصور معايا واحد المساله، جا عندي عنده جا عندي قال لي كيفاش تعطلتي؟ قال لي سعيد انا فقت عندي 7 دراهم في رجلي في جيبي. قال لي كاين جوج الحالات، يا اما تشري وليداتي الفطور يا اما تجي في طاكسي. ففضلت انني نشري الفطور ونجي على رجليا، داكشي علاش تعطلت. هذه مآسي كنعيشوها. الوزير كيطلق وزير كاينه، كنطلق انا مع وزير تيقول لي دوز عندي يا صاحبي. بحال بحال زعما لا، ملي كدوز كتلقى واحد اجونت سيكيورتي تيقول لك اسي اخويا والله ما تدخل ولا تشوف ولا، وهو من هنا تيقول لي ما تدخلش عليا شي طردي تشوفه ولا شي، غنوليو قرونه حنا بالنسبه لي. واش عايشين وين تفولو دير؟ و50 وزير انا راه حياتي كلها فنان. وقلت عليه قلت لواحد الوزير انت راه 50 غاتمشي بحال وهما دازوا شحال من واحد الان ما كيسلمش عليهم حتى واحد. رئيس مجلس المدينه ديال الدار البيضاء هذه 15 يوم كنصلي انا في المسجد، خرجنا ما كيسلم عليه حتى واحد. قلت له قلت انا غنسلم عليك حيت انا فنان وما كانش كيبغي يشوفني. وقلت له غاتشوف الباب ديال من هذا الباب، هذا الباب الباب ديال سيدي ربي سبحانه وتعالى محلول ديما. تلافت دابا وهضر مع الله بلا رونديفو بلا والو. نمشيو للمثل الاخر. الان انا بعض الاحيان كنهضر بمثل ديما كنهضر بنفسي لانني انا اللي عشت هذا الشيء باش ما نقولش فلان قال. انا تنقول لكم قلت انا قلت لكم وزير هذا دابا بن سعيد هذا كنت نعرفو منتج، وكان واحد كيعيط تيقول لك الله يرحم باك بغينا نشوفوك، هما باغيين يشوفوك. الان بن سعيد انا تنقول لك هو يقول لك 6 شهور قلنا له بغينا نجلسوا معاه، بغينا على هذا القرار. وعلاش؟ على عمل اللي هو مهم للبلاد ومصاريف ديال الفلوس طرحات 8 المليار اللي تعطات لواحد هادشي ديال افريقيا، البرنامج ديال افريقيا ما شلنا فيها حنا، شفتوا فيها شي حاجه انتوما؟ شفتوا شي عمل افريقي 8 المليار تصرفات فينا؟ يلاه وعلم هادشي كاين ولكن حنا ساكتين ما كنهضروش. انا كنهضر تنقولها دابا وبغيتكم تكتبوا هذه القضيه. سعيد الناصري كيقول السي بن سعيد فين مشاو 8 المليار فين مشاو ديال اسم قولوا ها هو ومشاو نسولوا عليه. نشر الدعم ديال الجمعيات الصغيره، نشر ديال الجمعيات الصغيرين هذا 100 مليون كيدير شي لعيبه صغيره هذا 150 مليون والدعم المسرحي تيعطوا فيه 4 ريال اللي فيه فرقه ديال المسرح كتبقى تدور مسكينه النهار كامل. قتلوا المسرح قتلوا هذا وبشو كاتبينها وديروا الاخر ضاربينها في الطمنين. شنو قال لك راه تفرق داك الشيء ما بقى حتى حاجه. لاحظت ليها كي ياخذها كبيره ما غاديش يهضر. يعني هذه اشياء اللي حنا كنعيشوها اللي حنا عايشينها، هذا هو الكاريير اللي كتهضر عليا، الكاريير النفسي اللي كنعيشو حنايا. حتى بالنسبه لكم انتم الاخوه الصحفيين كانوا الدعم ديالكم فينا بزاف الحوايج. كاين بعض الصحفيين اللي كاع ما باقي لحد سولي على شي صحفي اللي يكون مرفح ولا باس عليه الا تلقى ديال شي تخرميزه ما ماشي يكون خدام وكيضرب تمام ما عندوش. ما كنعرفهم كاملين انا خوتي وكيخطق مسكين كيبقى كيمشي على حسابو في كار غادي وضرب التماره ديال مدينه اخرى باش يقدر ولا في الطوبيس باش يجيب خبر باش يعطيه واحد اخر جالس مورا كرسي تيكريتيكي وكيدخل في الفلوس. ما انا ما تنقول لي كل واحد وذكاء وكل واحد، ولكن كاين اشياء انني ملي تكون عندي مسؤوليه تجاه الاخر هذيك المسؤوليه ما تبقاش ديالي خصني نديها.